أحياناً يكتفي المرء بعوالمه الداخلية ليبدع، وهذا ما ينطبق على الطفلة آيريس هالمشاو ذات 5 أعوام، حيث لم يقف مرض التوحد عائقاً أمام موهبتها في رسم لوحات تجريدية وانطباعية بشيء من الأسلوب المائي الذي يحاكي زنابق الماء الساكنة. الموهوبة الصغيرة تنقلت في الطبيعة كما تنقل الفنان الفرنسي كلود موني، ونقلت بريشتها صوراً من الطبيعة بشكلها المجرد، ما جعل لوحاتها تخلق ضجة في عالم الفن، وباتت لوحاتها تجني ما يقارب $2000 إلى جانب التحضير لمعرض فني مرتقب في لندن. يذكر أن آيريس عانت من بطء في تعلم الكلام، وبعد تعلمه بواسطة برامج علاج النطق طلبت لوحة بيضاء وفرشاة ألوان من والديها لتطلق العنان لموهبتها المدهشة بعد 2 ساعة فقط من تسلمها اللوحة والفرشاة. أصبحت آيريس حالياً أكثر وعياً من الناحية الاجتماعية، ونجحت في نطق مزيد من الكلمات، ويتم استثمار مبالغ لوحاتها في علاجها الخاص بالتوحد، وجزء منه يذهب لريع مركز اليوغا الخاص الذي يقدم العلاج الطبيعي للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. زينب خرفاتي، العربية.